من لندن مراسلنا أشرف سعد ينضم إلينا ونتابع معك آخر المستجدات. أشرف، حول طلب فعليا حزب العمال التصويت لحجب الثقة عن الحكومة، إن كان يعني فعليا سيتم ذلك اليوم بموافقة رئيس البرلمان. بالفعل مجلة، لن يتم هذا التصويت اليوم بعد أن رفضته الحكومة. من المهم، من الواجب أن توافق الحكومة أولا على طرح هذا الموضوع على التصويت في البرلمان قبل أن يطرح بالفعل أو أن ينقل إلى رئيس المجلس الذي يقره بعد ذلك. إذن فلن يكون هناك تصويت اليوم على سحب الثقة من حكومة حزب المحافظين برئاسة مؤقتة لبوريس جونسون. حزب العمال بالطبع يعي جيدا أن حتى لو تم طرح التصويت على سحب الثقة من بوريس جونسون وحكومته، فلن تكون هناك أغلبية كافية لنزع الثقة من بوريس جونسون، لأن أحزاب المعارضة لا تملك أغلبية تكفل لها التصويت أو تكفل لها الأصوات المطلوبة لسحب الثقة من بوريس جونسون. لكنها كانت محاولة من حزب العمال لإحراج حزب المحافظين ونوابه الذين سحبوا الثقة عن زعيمهم داخليا في الحزب قبل أن يتم انتخاب زعيم جديد للحزب وبالتالي رئيس للوزراء. كانت محاولة فقط لإحراج هؤلاء النواب لكي يصوتوا لصالح بوريس جونسون أو حكومته في البرلمان، ولكن الحكومة رفضت أصلا أن يدخل هذا التصويت إلى ساحة البرلمان. إذن فلن يكون هناك تصويت لمجلس العموم اليوم على سحب الثقة من بوريس جونسون، ولكن سيكون هناك تصويت آخر أكثر أهمية، وهو المرحلة الأولى من انتخابات زعيم حزب المحافظين. 8 من كبار سياسي الحزب يخوضون هذه الانتخابات، على رأسهم ريشي سوناك وزير المالية السابق، نديم زهاوي وزير المالية الحالي، جيريمي هانت وزير الصحة ووزير الخارجية الأسبق، ليز تراس وزيرة الخارجية الحالية. هؤلاء هم أفراس الرهان الأكبر في هذه الانتخابات. شكرا لك أشرف سعد مراسلنا من لندن.